إن العناية بالقرآن تنعكس على حياتنا، فيها انعكاسات كثيرة سنتناول فقط بعض منها بعض هذه الانعكاسات. منها مثلا في مفهوم العلم، نحن نسمع كثيرا مثلا الحرص على طلب العلم وأهمية طلب العلم وأخلاق طالب العلم وحلية طالب العلم والمنهجية في طلب العلم وكلام كثير يعني يتكلم في هذه العلم عن أهمية طلب العلم، لكن ما هو العلم؟ يعني ما أكثر ما سمعنا الكلام عن أهمية طلب العلم، لكن ما هو العلم؟ هذا القرآن هو يعني يقدم لك برد اليقين في مثل هذه الأسئلة المنهجية. ما هو العلم؟ يا أخي القرآن يدلك على ما هو العلم. هذه القضايا التي اعتنى بها القرآن هي أعظم العلم، والقضايا التي همشها القرآن هي تأخذ درجة يعني ثانوية في قيمة العلم. الله سبحانه وتعالى مثلا عظم من قيمة إفراد الله وإخلاص العبادة له والإخبات. لذلك بعض معاني الإيمان كالإخبات والرجاء والتوكل والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهو خلاصة الدين انقياد القلب لله سبحانه وتعالى. أو مثلا المعاني الدقيقة، يعني مثلا نسمع مثل الخشوع، يظن الناس يعني يظن يعني يتبادر أحيانا إلى الأذهان أن الخشوع مثلا هو سكون الجوارح، وهو صحيح جزء من معنى يعني الخشوع، لكن في معنى أدق وهو إخبات وإطراق القلب لله سبحانه وتعالى، خشوع القلب لله. كما قال حق تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. خشوع القلب لله معنى أعظم من مجرد خشوع الجوارح وسكونها. هذه المعاني التي أبدى القرآن فيها وأعاد، أو مثل قول الحق تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله يعني إن هذه الآية يا أخي تورث الإنسان شيء من الخجل. الله سبحانه وتعالى كما قال بعض أهل التفسير أظن ابن عباس وأيضا ذكره ابن سعدي، أن الله سبحانه وتعالى فضل الصخور على القلوب، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني من الحجارة، الحجارة ألين من بعض قلوب بني آدم. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذه المعاني العظيمة للإيمان ومقامات الإيمان والتوكل والانقياد لله والافتقار إليه وتعلق القلب به، قد كثير من يعني يعتني بالعلم يظن أن هذه الأمور ليست من العلم، هذه من الأخلاقيات، بالرغم أن القرآن اعتنى بها وتكلم عنها. أو مثلا قصص القرآن، القرآن مليء بالقصص والأخبار عن الأمم السابقة وأيضا القصص عن الحياة القادمة المستقبلية. قد يتبادر إلى الأذهان هذا ليس من العلم، بل لو رأى شخص يعني معني مثلا بقصص القرآن يظن أنه يعني مثل القراءة مثلا في التاريخ أو الأدب أو يعني نوع من العلم المخفف أو في نوع من الترفيه. فقضايا القرآن التي اعتنى بها، بل الآيات الكونية التي تكلم الله سبحانه وتعالى عنها ودلالتها على الإيمان والتعلق بالله وتعظيمه، هذه أيضا من أعظم العلم. فالمراد أن العلم، لذلك الفروع الفقهية في القرآن لها أهمية لكنها ليست هي كل شيء. لذلك بعض الناس يعتني بالعلم ويظن أن العلم هي الفروع الفقهية، هي المسائل، لكن قضايا الإيمان، التوكل، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، قصص القرآن وأخباره، أخبار الجنة، أخبار النار، هذه كلها من العلم. ولذلك أكثر الناس تعلقاً بمعاني القرآن هم أكثر الناس وفاءً لمعنى العلم. هذا أحد انعكاسات العناية بالقرآن ومركزة القرآن وجعل القرآن دليل وهادي ومرشد ويضيء لك وينير لك الطريق في هذه الأسئلة والإشكاليات المنهجية. من انعكاسات القرآن أيضا انعكاساته على ميدان الدعوة والتربية. الداعية إلى الله في طريقه فيه تحديات اجتماعية، تحديات سياسية، صعوبات شخصية مادية. مثل هذه التحديات حتى يستطيع الإنسان أن يستمر في هذا الطريق يحتاج إلى اليقين. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. القلوب بحاجة إلى اليقين، الشكوك، الارتيابات، التردد، الحيرة، ما أكثر ما تورث الإنسان الانصراف عن الطريق. فالإنسان في طريق الدعوة بحاجة إلى اليقين. ها، فإذا تمسك بكتاب من الكتب الفكرية مثلا يرسم له طريق الدعوة، أو كتاب من كتب أدب الدعوة، أو كتاب من حتى لو كتب من الكتب الفقهية، صحيح يعني فيها قد تكون فيها فوائد، لكن قارن هذا بمن يجعل الحاسم والفيصل في مساره الدعوي ومنهجه الدعوي هو القرآن. فكل ما أشكل على شيء رجع القرآن أو تدارس مع إخوانه هذه الأسئلة في ظل القرآن.
نحن في هذه المرحلة وفي هذه الحقبة يعني انفتح فيها المجتمع بعد ثورة نظم الاتصالات الحديثة ومجيء شبكات التواصل، أصبح التغيير في المجتمع لم يعد يقوده لا النخب الدينية ولا حتى النخب الفكرية التي يتصور كانوا يتصورون أنهم هم الذين يعني يحركون المجتمع. اليوم في متغير جوهري كبير جدا في يعني في مجال الدعوة، هو أن المجتمع الآن صار تيار شعبي عارم يتواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالثانية مع جميع الأفكار. لم تعد هناك نخب تستطيع الآن السيطرة، بل ولا الدول. الدول اليوم أفلست، دول كان لا يمثلها طرف تشتم اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي ليل نهار ولا تستطيع أن تحرك ساكنة. هذه المتغيرات الاتصالية هي أكبر من قدرات الجميع، بما فيها النخب الدينية والنخب يعني الفكرية والخطابات والطوائف الفكرية المخالفة لأهل السنة والجماعة. فالمراد أن في مثل هذه الظروف الثقافية سكب على المجتمع أسئلة فكرية ومنهجية كثيرة جدا، الموقف من المخالف، الموقف من المرأة، موقف من الحضارة ومركزية الحضارة وموقعها في خطابنا الديني وخطابنا الفكري وخطابنا الثقافي. وأفضل وسيلة لحل هذه الإشكاليات بيقين والسير على هذا الطريق الدعوي بيقين أن يرجع الإنسان إلى القرآن. يا أخي هذا ليس كلام شخص وليس كلام مفكر ولا فقيه ولا مثقف، هذا كلام الله جل وعلا، وكل حرف في هذا القرآن موضوع بعناية فيما يدل فيما يندرج تحت مضامينه وفيما يخرج ويحترز من ألفاظه، واختير هذا اللفظ على غيره من الألفاظ. لا، هذه ألفاظ وضعها رب العالمين جل وعلا. فكون الإنسان يرجع في مثل هذه الأسئلة إلى القرآن سيجد برد اليقين فعلا، وسيتجاوز إشكالية الحيرة التي عصفت بكثير من الشباب في طريق الدعوة. يعني هذه بعض يعني الانعكاسات للقرآن على حياتنا العلمية والدعوية والتربوية، ويمكن الحقيقة أنها يتم تفعيل مثل هذه المفاهيم والتصورات من خلال الأنشطة، العلم والدعوة والأفكار وبناء المفاهيم والتصورات والتيارات لا يمكن أن ينشأ إلا من خلال الأنشطة بصراحة. يعني ليست القضية هي تلقى، شخص يسمع، شخص يأتي ويسمع منك ويتلقى، لا ينشأ العلم ولا يعيش هذه الحيوية إلا من خلال أنشطة، مؤتمرات، ورش عمل، مجلات، أعمال علمية، تعقيب ونقد على كتب، تداول بحوث. فإذا أردت فعلا أن تصنع تيار اخلق أنشطة تجد هذه الأفكار يعني تتخلق، بل تتحول إلى نقطة استقطاب تجمع من يعيش في مناطق باردة وميتة إلى مثل هذه المناطق الحية. وما أكثر ما يوجد أشخاص ينتمون إلى تيارات فكرية فقط لوجود مثل هذا النشاط العلمي والفكري والثقافي، فالنفوس محبة لمثل هذه يعني للنشاط. لذلك في مثلا في التعليم الغربي في تكثيف هائل جدا عن النشاط، بل اعتقد ان الموضوع وصل الى تطرف يعني في العنايه بمفهوم الانشطه الاكتيفيتيز.